يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هل فيه دليل على أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد وعبادة الله سبحانه؟ ما في شك، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وهذا يدل على فضل الصلاة، أن الله نص عليها مع أنها داخلة في العبادة، داخلة في قوله اعبدني، لكن نص عليها وحدها لأهميتها. نعم.